عندي مناشدات اليوم. أنا واصلني فيديو من عمار شاكر، هذا معوق، خلوني أسمع الفيديو وأخذه وياي. عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الأخوة الطيبين والذين ينقلون معاناة المظلومين والمغتصب حقوقهم إلى كل شريف، إني النائب ضابط الجريح صلاح كاظم محسن من أهالي محافظة الديوانية. تمت إصابتي في عام 2016 أثر انفجار عبو ناسفة في عمليات تحرير الفلوجة، ونتج عن ذلك فقدت بصري بالكامل وبتر في الساق الأيسر وجروح وحروق وشظايا متعددة في جسدي، ولم أحصل على أي حق من حقوقي لحد هذه الساعة، ولم أحصل على درجة عجز إلا قبل شهرين من بعد مضي 6 سنوات بسبب الإهمال من وحدة العسكرية وبسبب إهمال المسؤولين، ولم أحصل على أي امتيازات مثل ما حصل عليها أقراني، وليس لدي معين. وأطلب وأناشد الشرفاء أن ينظروا إلى وضعي، وأنا لن أترجى، أنا أطلب حقي، حق سائر من له حقوق مثل حالتي. قدمت مقابلة إلى السيد وزير الدفاع، والسيد مشكور وافق على مقابلتي، وصارت لحد باب الوزير. مجرد تأخرت ربع ساعة عن الموعد طلع المدير أحد المكاتب قال يرجع لأهلك إذا اسمح السيد وزير الدفاع، هو بعد اللي ينصف بحقي، أنا ما أطالب إلا بحقوقي. استلموا رتب ومكافآت وعرصات وامتيازات ومعين وكل أو سفر للخارج للعلاج، كل هذا صلاح وياي مو؟ عليكم السلام. صلاح، أنت بأي وحدة عسكرية؟ أنا أستاذ، أولاً أشرف بسمع صوتك. الله يسلمك. وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقك. هذا الشيء مو مجاملة، وإنما هذا جاه من الوجهات اللي أعطاها الله الإنسان اللي ينظر بحق المظلومين والمحرومين. أنا بخدمتك يا صلاح. أنت آخر وحدة نصبت بيها ياها وحدتك؟ أنا وحدتي الحالية اللي تابع لها واللي هي مسؤولة عن حقوقي ومسؤولة عن متابعتي، هي مركز تأهيل الجرحى الأول في قاعدة الرستمية. أستاذ، الجرحى الأول بالرستمية، مركز تأهيل الجرحى الأول هو اللي أخر، هو المسؤول عن تأخيرك وتأخير معاملتك لمدة 6 سنوات. نعم أستاذ. هو زين السيد السيد الوزير رح تتقابله وتأخرت ربع ساعة، الوزير الحالي لو أقسم بالله العظيم أنا على كل كلام أحكي، لأن ماكو داعي بعد الموضوع أستاذ يكون بمناوراته وكذب، لأن الإنسان اليوم من يفقد أعشي هو ترى نور العيون، أعشي بالدنيا. الوزير الحالي اللي أنت تأخرت عليه ربع ساعة لو القبله؟ لا، الوزير الحالي الفريق الأول الركن جمعاناد. جمعاناد، إحنا راح نناشد جمعاناد. الآن أخذت حقوقك. نعم أستاذ. أخذت حقوقك يا أخ صلاح؟ لا أستاذ، لحد الآن حتى كتاب درجة العجز ما واصلوا حتى لحد الآن، ودرجة العجز ما حصلت عليها إلا بعد أن قمت شكوى عند اللواء، وطبعا يكون هو المتفضل أسأل الله أن يوفقه لأن الرجال أنصفني. نعم. اللواء على مدير الأمور الطبية. الله يوفقه. أيوة، عمل لي عريضة الرجل وصورني ودز العريضة لمعالي الوزير وخابروني من مكتب الوزير وقالوا تحضر يوم الأربعاء، العفو الخميس، فطلعت. تدري أنت استاذ يعني وضعيتي أنا حرجة، المشتكى إلى الله. إيش قاعد الطاق عجز؟ أعطاني عجز كامل 100%. سر 100%. إيش كثر راتبك هسه؟ أنا راتبي حاليا اللي أستلمه 1,300,000 وكسور تقريبا. زين. يعني أستاذ يعني عائلتي يعني بعدك خصوصيات، بعد ما أقدر تركوني واشتقطعوا راتبي نفقات وشغلات تبع السيد العارفين. زين.
الآن شنو الحقوق اللي باقيت لك أنت لازم تستلمها؟ أنا الحقوق أول شيء أقراني اللي هم أقل من عدة نسبة كل ما نحصل على 3 رتب أو 4 خلال هاي المدة. هاي واحدة. أنت ضابط لو نائب ضابط؟ أنا لا نائب ضابط. نائب ضابط أي. نعم. يعني أقراني حاليا حصلوا على درجة ممتازة وأنا لحد الآن نائب ضابط سابع. أسا يا أخوي بعد أنت الرتبة شو تسوي بيها؟ بعد لا مو استاذي هاي مسألة حقوق يعني هسه انا ما متطلب شيء يعني مثلا خارج اطار حقوقي هو حق لي انا حقي على نفسي مع احتراماتي كان ما اترجى لا انا ما بدك تترجع هذا حقك ومن الصعب اليوم نعم ومن الصعب اليوم الجريح اللي ضحى واعطى اغلى شيء بالدنيا اللي هي العيون يوقف يترجى انه يعطوني حقوقي يعني هو هذا شيء ماكو داعي انا بعد افسر واقول هم بعد يسمعون المسؤولين يعرفون شنو ردهم عليه زين نعم انا كنت استاذ بالانعاش مستشفى اللي المستشفى العام اي بغداد طاني شلت لغرض العلاج يعني طاني مبلغ قال اطلع عالج نفسك اي طلعت تقريبا 3 مرات لايران حاولت اوصل النتيجه راجعت مستشفيات فقالوا إلا علاجك أما بروسيا أو بألمانيا بالنسبة لعيونك. أسأل تعيونك. الصرفيات أنا صرفتك. شوف بيها لو توتشد لو. لا أستاذ نهائيا ما أشوف. ماشي. هسيردوا منك السلفة. بعد تقريبا 15 يوم اتصل بي أحد المنتسبين. إي. يا بنا يا رب الصلاح أكو مبلغ عليك تقريبا 12 وشوية الدولة تريد من عندك قلت له يا بي. هو انا محصل فيه من الدولة هسه قال لي اخوي تجيب الفلوس لازم ترجعين قلت له باي قانون انا ارجعين يعني مثلا انا ماخذن شنو الوجه اللي ماخذن قال لي اخوي اذا مطلقان كانه قرضه ترجعها للدولة يا هذا الحكي يصير يا استاذ يعني لا حقوقك لا امتيازاتك لا راتبك تستلمه كامل لا حد يسال عنك طرف صناعي اضعف شيء اضعف الايمان طرف صناعي ما حد اجاني وقال لي هذا طرف صناعي توجع لي والله يا بحقك والله يا تدري أنا أسمعك برات أستحي هسه هي على فلوس السلفة هاي على هاي 6 سنوات أستاذ 6 سنوات مجلس تحقيقي بتاريخ دول العالم الفقيرة والغنية واللي حتى عندها قلة ثقافة بتاريخ العالم جريح حرب ضحى بأغلى شيء مجلس تحقيقي ما حد ينجز وتاليتها أروح أنا أشتكي تعرف شنو رد أستاذ أيه. الرد مرات يقولون العذر أقبح من الفعل أيه. يقلنا والله أكو عندنا الاسم الرباعي للجريح الاسم الرباعي للجريح ما موجود زين ذا الاسم الرباعي مالتي ما موجود ما عرفت تدز عليه أنت يا أبو القانون يا مالو حتي وتأخر على هاي 4 سنوات 6 سنوات 6 سنوات أقسم بلا إله إلا الله أنا أشكرك أخ صلاح لأنه عدي اتصالات هواية هسه هذا حجز 100% وطيته سلفة روح طيب روحه وتخابرون عليه تقول له ودينا على الفلوس كما جبتوا الفلوس مالت النظام السابق واللجان اللي شكلتوها ما تجيبون الفلوس المهربة خارج العراق اللي بحدود 300 مدري 400 مليار دولار لحقين هذا المقروض اللي مضحي وإذا الدولة بيها هيش دقة وبيها هيش نظام هم آخرين هذا المقروض لأن الاسم الرباعي ما موجود لعد لو تطلعون على تقارير ديوان الرقابة المالية اللي تخص حمودي وأبو حمودي وتحس المسؤولين والكبار كان سويتوا ليش قانونكم بسرون قانون شية على هاي الناس الفقرة اللي ضحت اللي تسوى شواربكم لأنه قاعدتكم أو حفظتكم ورجعت كرامة بلد هذا لين مسكين فقير تطالبونه بسلفة مليون لو مليونين دينار لو 3 ملايين دينار و400 مليار مبيوقة وهم بعتهم حكام ماكو واحد قدر يجيبها وين فلوس المزارع مال سريلانكا وين السفارات اللي انباعت وين بيوت تمت السيطرة عليها وقاعدين على الشط وقاعدين بقصور وذولا يونون سيد معالي وزير الدفاع المحترم راح ادز لك هذا الفيديو ومركز تأهيل الجرحى اللي برستمية تودي عليهم تقولهم ليه 6 سنوات انتم ما مشينا
وليش على اسم الرابع 6 سنين ما مشينا؟ ليش؟ الله يرضاكم، اكو دين يقبل بهذا؟ شنو هالإهمال هذا المتقصد بحق المضحين من أجل العراق